استأنفت جامعة الموصل أداء امتحانات طلبتها من خلال منصة جوجل كلاس روم ومنصة أدمودو، وهي من مناهج التعليم عن بعد. وتعمل رئاسة الجامعة وعمادات كلياتها وأساتذتها على قدم وساق من أجل إنجاح هذه التجربة التي فرضتها جائحة كورونا على كافة جامعات العراق ومنها جامعة الموصل. بعد إكمال المحاضرات الإلكترونية وصدور أمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد الامتحانات الإلكترونية، تحركت الجامعة بشكل سريع جدا. يلتحق بالامتحان الآن ما يقارب 46 ألف طالب في جامعة الموصل. وشكلنا غرفة العمليات التي ترونها أمامكم. من غرفة العمليات المركزية ترتبط هذه الغرفة مع غرف عمليات في كل كلية موجودة من 24 كلية في جامعة الموصل. من هذه الغرفة نستطيع الدخول إلى أي طالب في أي مكان يمتحن. لدينا أكثر من 12 ألف طالب يمتحن خارج نينوى. نحن نستطيع الدخول إلى أي طالب الآن والتحدث معه، وكما لاحظتم ونتابع بشكل يومي وساعي الامتحانات الطلبة.